مملكة دقمدة بلد حواء يا أوامير وحا أي كسو صارين قرشاتك كوبا حا أروس يدا لدكتو سيدو وربحين تورك أي نوغود دياري وريهن عبد القادر تيتشي ليه مملكة بلد حواء يا قبل كقدة يا جبلان صوماليا أي سوري أوامير كسابسن قرشك أروس يدا كوبا حا وحي أرنتاني كوشيغن إن إدل يرد أفوضين يان قوركا وحي نسي عاد أشيغن مملكة إن أن لو قلان دونين إن أروسكا إي قريها وحيابها لو شرحا وصن دافن لحبقل أو دولار قبي أهان بأو حي مامولكا ممنوعين إن داهية دا قريها لو قريجيو قريها لو شرحو سيدوكالا أو حيكو أمرين دادك إز قرسانيا إن أن ديغان كران أو كليا سرير تجيفكا إيا كوراس تعاقو أو كليا قبادا قرساني سايا وحا لو مدح بني مهر كيدا وحا إنا شيغان إنا إنتا دونتا إيكا ديغان دونتا واسيدا إشراع الإسلام كو قبتي maamulka degmada balad xawo ayaa sidoo kale awaamirtoodu waxay ku dareen in dadka xoolaha loo qalay isgursanaya arooskooda loo qali karo oo kaliya saddex neef oo ariya arintkan ayaa waxa uu ku soo beegmaya xilli dhalinyaro fara badan oo ku sugan degmada balad xawo ee gobolka gedo guurka oo qarash fara badan laga rabo oogid uu ka hor joogsaday guurka waxaana arintan fududeynaya ay maamulka sheegeen in dhalinyarada isgursanaya ay si sahlan isku gursadaan abdulqadir jiji le television ka somali cable Nairobi.